السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح الاستراتيجي باترن. الاستراتيجي باترن ديفايند في هيد فيرست ديزاين باترنز ان هو فاميلي اوف الجوريزمز او مجموعه من الالجوريزمز انكابسوليتس ايتش وان، بيعمل انكابسوليشن لكل الجوريزم من دول اند ميكس ذم انترتشينجبل، بمعنى ان انا ممكن ان انا اختار اي الجوريزم من الانكابسوليتد الجوريزمز دول. استراتيجي lets the algorithm vary independently from clients that use it، يعني بيخلي الالجوريثم مش بيخليه independent من الكلاينت اللي هيستخدم الالجوريثم ده. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا خدت على سبيل المثال عندي مثلا كلاس دوك، كلاس دوك ده انا عارف ان الدوك بتكواك وبتديسبلاي وبتفلاي، تمام؟ وهخليني اقول ان انا هنا هانهرت، انا عندي مثلا دوك اسمها كلاود دوك، دي بتنهرت الدوك، ده معناه ان هي هتمبلمنت اتس اون فيرجن من الكواك والديسبلاي والفلاي. وعندي برضو وايلد دوك مثلا، ودي بتنهرت الدوك، وسيتي دوك دي برضو بتنهرت الدوك، تمام؟ بغض النظر عن النيمنج يعني. فالثلاثه دول بيعملوا انهرت للدوك كلاس، وبيعملوا امبلمنت للفيرجن الخاصه بيهم من الكواك والديسبلاي والفلاي. طب فين المشكله في الكلام ده؟ المشكله في الكلام ده هتحصل لو كان الامبلمنتيشن مثلا للفلاي بتاعه تو كلاسز مثلا شبه بعض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو انا عندي السيتي، هفترض جدلا ان السيتي دوك بتطير او بتفلاي بنفس الطريقه اللي بتطير بيها الكلاود دوك، ده معناه ان الامبلمنتيشن بتاع الفلاي اللي موجود في السيتي دوك هيبقى هو نفسه الامبلمنتيشن بتاع الفلاي اللي موجود في كلاود دوك. ده معناه ان انا هكوبي بيست الكود من السيتي دوك للكلاود دوك، فانا كده هريبيت الكود بتاعي مرتين في تو كلاسز. نتخيل بقى لو انا عندي السيناريو اكتر من كده، وعندي مثلا السيتي دوك بالديسبلاي بنفس الطريقه اللي بالديسبلاي بيها مثلا الوايلد دوك، في الحاله دي برضه انا هكوبي الكود بتاع الديسبلاي من السيتي دوك للوايلد دوك، فانا هفضل اريبيت الكود، وده من الناحيه بتاعت سوفت وير انجينيرنج ما ينفعش ان انا اكرر الكود بالمنظر ده. طيب عشان نحل المشكله دي عملنا ايه؟ عشان نحل المشكله دي انا هعمل انترفيس وليكن اسمها اي كواك بيهيفير، هتبقى دي الاستراتيجي بتاعتي، وهيكون موجود فيها الكواك فانكشن. يبقى الانترفيس بتاعت الاي كواك بيهيفير فيها الكواك فانكشن، وعندي الجوريزمز او كلاسز تانية بتمبلمنت الكواك بطرق مختلفة. فهلاقي عندي مثلا ان انا لو عندي مثلا كواك تايب اسمه سيمبل كواك، ده هيمبلمنت الكواك فانكشن اللي موجودة في الانترفيس اي كواك بيهيفير. وعندي مثلا لو عندي عندي مثلا دك من غير كواك، هعمل هنا كلاس نو كواك، وده برضو هيمبلمنت الانترفيس اي كواك بيهيفير. ونفس الكلام هفصل برضو الديسبلاي، هفصلها في استراتيجي لوحدها اسمها اي ديسبلاي بيهيفير، واعمل لها امبلمنتيشن بالديفرنت تايبس اوف الجوريزمز او الديفرنت تايبس اوف بيهيفيرز اللي هي مثلا جرافيكس ديسبلاي وتكست ديسبلاي او ايا كان نوع الديسبلاي ايه. ونفس الكلام برضو هنعمله مع الاي فلاي بيهيفير، يعني هاخد الفلاي فانكشن دي افصلها بره في استراتيجي، والاستراتيجي دي اعمل لها امبلمنتيشن بديفرنت الجوريزمز. وفي النهايه لو انا عايز سيتي دوك، ليتس سي ان انا عايز اوبجكت من التايب سيتي دوك، في الحاله دي السيتي دوك مثلا ليتس سي ان هي نوع الكواك بتاعها سيمبل كواك، ونوع الديسبلاي بتاعها مثلا جرافيكس ديسبلاي وجيت فلاي. ففي الحاله دي هقدر ان انا انجكت الثلاثه الالجوريزمز دول في الدك، تمام؟ وباختصار شديد اللي هتعمله الكواك فانكشن هنا ان هي هتكول الكواك اللي موجوده في الاي كواك بيهيفير او اللي هي باست ليها في الكونستراكتور. وان شاء الله يعني ده برضو سامبل امبلمنتيشن، لكن هنشوف برضو الديتيلد امبلمنتيشن وهنران الكود في الفيديو اللي جاي. هنا انا عندي كلاس دك ده موجود فيه ده هاز اي كواك بيهيفير، وعنده اي ديسبلاي بيهيفير، وعنده اي فلاي بيهيفير، وهنا في الكونستراكتور هياخد اي كواك بيهيفير
واي ديسبلاي بيهيفير واي فلاي بيهيفير، وهيتسات ال الكواك والديسبلاي والفلاي بيهيفيرز في الكلاس. وبعدين في الفانكشنز بتاعت الكواك هتكون الكواك بتاع الاي كواك بيهيفير، ونفس الكلام في الديسبلاي هيكون الديسبلاي بتاع الاي ديسبلاي بيهيفير، وفي الفلاي هيكون الفلاي فانكشن اللي موجوده في الاي فلاي بيهيفير. شكرا، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنمبلمنت الكلام ده.